الفريقين يمرون بفترة انتقالية لتجريب اللاعبين، شاهدنا الكثير من الأسماء والوجوه الجديدة في المنتخبين العراقي والكويتي. بشكل عام أدوا مباراة جيدة الفريقين، الفريق العراقي لم يظهر في الشوط الأول وكان الموقف والحضور واضح للمنتخب الكويتي، وضع بصمة أولى انتهى بها الشوط الأول بهدف، لكن الفريق العراقي لديه الإمكانيات واللاعبين. هناك العديد من التدعيم في الشوط الثاني لصفوف المنتخب العراقي، استطاع من العودة للمباراة والفوز بها. مباراة تجريبية، كل مدرب يحاول يجرب شيء معين في ضمن اسلوبه وضمن استراتيجيته، فاعتقد انه المباراة اليوم الشوط الاول ما كان الفريق العراقي بالصورة الجيدة، فريق الشوط الثاني لا ادى مباراة جيدة، ايضا مستوى العام للمباراة تحسن بالشوط الثاني، عدد الفرص اللي تحققت على المرمى كانت اكثر، خصوصا العشر دقائق الاولى كان هناك فرصتين للفريق الكويتي كان ممكن يسجل منها اهداف، بس بعد الدقيقة 10 الفريق العراقي سيطرة تامة، وخصوصا بعد نزول يعني الشوط الثاني البدلاء كان محمد قاسم ومحمد داوود وبقية البدلاء، يعني حقيقة محمد قاسم عمل يعني طفرة نوعية بالفريق، من يعني سجل من صنع الهدف الأول، والبديل أيضا محمد داوود هو اللي سجل. أعتقد الصورة كانت واضحة، المباراة مهمة من الناحية الفنية للمنتخبين الكويتي والعراقي. الكويتي يحتل الترتيب الثاني في تصفيات المجموعة الآسيوية، وأيضا المنتخب الوطني يتصدر مجموعته، وبالتالي مهمة من هذا الجانب لكلا الفريقين، لكن من الناحية التنظيمية أعتقد الصورة كانت واضحة. لكن أنا أود أن أقول أننا دائما في الأفراح، وأقصد بين قوسين العرس العراقي، عندما يكون هنالك عرس تسقط فيه جميع الأمور، لأن هذه فرحة يعبر عنها الجميع، فهذه اللهفة من الجمهور، كسرة الحواجز ودخلت الملعب، نعم ربما تسجل نقاط ضد الجانب التنظيمي، لكن بنفس الوقت تبعث رسالة أن هذا الشعب في حالة قصوى من الظمأ لمشاهدة المباراة على أرض البصرة. والله المباراة جميلة وحلوة، وتفاجأنا على الجمهور هذا الحلو وعلى الاستقبال، والحمد لله على كل حال.